فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إسقاط المرأة لحملها قبل أن تتم الشهر الأول لأنها قد وضعت قبل 8 أشهر وما زالت ترضع ولدها الأول؟ ما حكم أن تقوم المرأة بإسقاط حملها قبل أن تتم شهره الأول؟ يقول: مع أن المرأة قد وضعت قبل ذلك ب8 أشهر فما زالت ترضع ولدها الأول، فهي تخاف على صحتها وعلى صحة الرضيع. ما تسقط الحمل إلا إذا قرر الأطباء، أنها تسقطه وهو دون 90 يوم، فلا بأس. أما إن هي من ذاتها تبي تسقط الحمل، لا، ما هو بهواها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.